على صخر سيرتا العتيق، قطعة تاريخية مهربة من العصر الكلاسيكي. مسرح قسنطينة محمد الطاهر فرجاني، تحفة معمارية دشنت أواخر القرن التاسع عشر ميلادي. نيو كلاسيك، الأعمدة، الزخارف إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك القاعة، القاعة كذلك اللي نقدر نقول تحفة فنية، هي على شكل حدوة حصان، ويمكننا يعني من استرجاع الصوت بدقة يعني جيدة دون استعمال مكبر صوت. ما يقف أمامك ليس مجرد ستار، هو تاريخ في حد ذاته، عمره تجاوز قرنا، لا يتحرك إلا في المناسبات الهامة. ستار الأرلوكان يعني مفخرة مسرح قسنطينة، واللي يكمل الطابع الكلاسيكي، الطابع الجمالي لهذه البناية، وهو فريد من نوعه. تفاصيل دقيقة في المنحوتات والتماثيل واللوحات المرسومة بإتقان على قطعة عجيبة. القبة ها هنا تفتح كوردة ربيعية لحمل ثريا مصنوعة من الكريستال الخالص، أطلقت أنوارها بالشموع ثم الغاز ثم الكهرباء على مر التاريخ. ما تراه عيناك جزء بسيط من عالم مخفي وراء ستار الأرلوكان. ركح المسرح معلق على ألواح خشبية، فوقه ثلاثة طوابق مخصصة للديكورات العتيقة، وأسفله ثلاثة أخرى للآلات والماكينات دخلت الخدمة عام 1883، كما يحتفظ بأول تقنية آلية لبرمجة الأضواء والصوت في العالم تعود لأوائل القرن العشرين. أنا انبهرت نهار اللي دخلت له لأول مرة، كان في عمري تقريبا 14 حتى 15 سنة، انبهرت لما شفت هذه التحفة، ولكن يقولوا العمرانية هذه. لم يبح مسرح قسنطينة بكامل أسراره بعد. متواجدين على بقايا وأنقاض الثكنة العسكرية العثمانية الإنكشارية التي بني عليها مسرح قسنطينة الجهوي. منا راكم تلاحظوا أيضا هذه الصخور، يعني يرجع تاريخها إلى الحقبة الرومانية. يرقد المسرح على عجائب وسراديب وأنفاق تربطه بالمدينة الغامضة أسفل قسنطينة، وطرق سرية تؤدي جميعها إلى قصر الباي. كريم قندوري، قناة الغد، الجزائر.